السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمشاهدين الكرام في قناة تالو على الخير كفاعلي. نسأل الله عز وجل أن تكونوا بصحة وعافية دائما إن شاء الله. مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد، ألا هو عن كيفية تنظيف الحاسوب بطريقة تقليدية دون أن تحتاج برنامج أو غير ذلك من البرامج المشهورة. مع العلم أن يوجد العديد من البرامج التي يفعلون بها التنظيف للحاسوب، أنا جئتكم في هذا الفيديو إن شاء الله بطريقة تقليدية وآمنة لنظام الويندوز. لذلك لا تنسوا اللايك للفيديو ومشاركة القناة مع الأصدقاء كي دائما نأتيكم بما هو جديد وجميل. تابعوا الشرح إن شاء الله، سنخفف أولا الحاسوب بهذه الطريقة. نعم، ثلاثة مرات أو مرة واحدة. نذهب إلى أورديناتور، هنا نضغط كليك يمين بهذه الطريقة على أورديناتور. ندخل إلى أورديناتور بهذا الشكل. بعدما ندخل إلى الأقراص سنتجه مباشرة إلى كورسي بهذا الشكل، ونضغط كليك يمين على الكورس بهذا الشكل، ونضغط على بروبيريتي بهذا الشكل هكذا. نعم، ننتظر بعدما تفتح لنا واجهة الكورس بهذا الشكل كما تشاهدون. هنا سنضغط على هذا الخيار. نعم، نيوتيوبي جي دي ديسبي او هكذا، ضغطة واحدة. هذه طريقة تقليدية وآمنة لنظام الويندوز، لكن يأخذ معك بعض الوقت. ما عليك إلا أن تنتظر حتى يكمل تنظيف بطريقة صحيحة وآمنة. أنا شخصيا أفعلها يوم في الأسبوع للحاسوب، ووجدتها طريقة صحيحة وجميلة جدا. نعم هكذا، تنتظر الكرسي كما تشاهدون الآن يفعل تنظيف بشكل صحيح وآمن لنظام الويندوز. لا بأس في هذه الطريقة الجميلة خرافية. نعم، تجد العديد البرامج هم أصلا تجد فيهم فيروسات أو يقللون من سرعة الحاسوب. تجد حجم البرنامج كبير جدا، وأيضا يؤثر على نظام الويندوز. أما هذه الطريقة فهي تقليدية وآمنة للحاسوب. نعم، تنتظر بعد الوقت وحينئذ ستظهر لك النتيجة ويصبح الحاسوب خفيف جدا. تبقى حتى بالنسبة للملفات تبقى آمنة، و أيا كان عندك في الأقراص لا يقع لها شيئا. نعم، ننتظر بعد الوقت وبعد سنتمم الشرح. سأوقف التسجيل حتى ينتهي من العملية، حيث أنه سيأخذ وقت.
نعم الآن على وشك أن ينتهي من هذه العملية، يتويزي ويندوز يبديت يفحص هذا القرصصي كما تشاهدون. نعم كما تشاهدون انتهى من المرحلة الأولى في التنظيف. الآن سنأتي إلى هذا الخيار، إلى هذا العلامة، هنا نفعل علامة الصفحات لكي نلغي هذه الملفات الغير ضرورية. نعم بهذا الشكل، ونضغط على أوكي. نعم هذه هي المرة الثانية في التنظيف. المرحلة الثانية نضغط على سبريمي لي فيشي، هكذا ننتظر مرة أخرى. لكن هذه المرحلة الثانية لن تستغرق الوقت كثير. نعم الآن أصبح قرصصي نظيف في الكل. نعم ونضغط على اوكي. هنا الان اصبح قرصي نظيف واصبح الحشو كما تشاهدون خفيف جدا. نعم الان اصبح الحشو خفيف جدا اصدقائي الاعزاء كما تشاهدون. وصلنا الى نهاية شرح هذا الفيديو. لا تنسوا اللايك للفيديو ومشاركة القناة كي نأتيكم دائما بما هو جديد وجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.